بدأت أرجوان علاقتها في عالم سباق السيارات والراليات بالصدفة، ولكنها الصدفة التي حولت مسارها بالكامل نحو اتجاه جديد بدأت تتعايش مع تفاصيله بالكامل. أرجوان التي حصلت على المركز الثاني في رالي تبوك تتواجد الآن في القصيم تحضيرا للمشاركة في رالي قصيم. لكنها كانت مثلا كبيرا في هذا الرالي، تخرجت من رالي جميل قبل أسابيع معدودة وتمكنت إذن خلال راليها الحقيقي الأول من تحقيق المركز الثاني بفئة الدي فور. السائقة البطلة أرجوان عمار مع الملاحة السويدية آني سيل، تحية وتصفيق حار لأرجوان التي تمكنت بأول دخولها من أن تكون بالفعل وردة على طولها وتتمكن من إنهاء الرالي، هذا الرالي الصعب والطويل والمتعب في المركز الثاني بفئة سيارات الدي فور، المركبات خفيفة الوزن، وهذه المركبات خفيفة الوزن فئة الدي فور القياسية التي لا يوجد فيها الكثير من التعديلات، تمكنت إذن من الوصول في المركز الثاني بفئة السيارات الدي فور. معنا في هذا الحوار عبر سكايب أرجوان عمار، أهلا فيك ونشكر تواجدك معنا أكيد. وفي البداية فعليا أنا مهتمة أنه نتعرف عليك أكثر أرجوان، ودنا نعرف أكثر عن البطلة وبأي طريقة ممكن تعرفين عن نفسك. مساء الخير لميا، وشكرا روتانا الخليجية على استضافتكم لي، وسعيدة بوجودي معكم اليوم صراحة. نحن مبدئيا أنا أرجوان عمار، أرجوان عمار، أنا رائدة أعمال، بديت مسيرتي المهنية من 4 سنوات تقريبا خلال دراسة الجامعية، وكان وقتها الأمانة كل تركيزي إني أطور كيف مجال عملي وأكون متميزة فيه، وصبيت كل وقتي كله في عملي الخاص، وكنت دائما أسعى دائما إني أكتشف فرص جديدة لتعلم وانتقل مهاراتي. الملفت في الموضوع إنه انتقالك لهذه الرياضة كان يعني محض صدفة، فكيف تحولت هذه الصدفة إلى طريق مستقل؟ فهل كنت مستعدة لهذا التغيير أو لا؟ للأمانة هو صحيح كان صدفة، ويعني بعيد تماماً عن مجال حياتي العملية، لكن دائماً كنت أشوف نفسي أني شخصية مغامرة ومنطلقة، وأحب أني أخوض تجارب جديدة وتحديات مختلفة، وهذه بالنسبة لي متعة في أني أكتشف إيش المجالات الجديدة واللي أنا حابة أخوضها. وعندي قناعة دائماً أنه أي شيء صعب كتحديات وكذا بيكون دائماً خلفها دائماً شيء جميل. صحيح، أتفق معك 100%. ولكن ما شاء الله تبارك الله عليك أرجوان، يعني من عالم التسويق إلى سباق سيارات، ومو أي سيارات، يعني راليات ما شاء الله. فإيش أهم التفاصيل اللي تغيرت في حياتك بعد الدخول في هذه الرياضة؟ للأمانة هذه الرياضة بالتحديد مختلفة تماماً عن أي رياضة قد شاركت فيها سابقاً، أوكي؟ وهذا توفيق من بعد الله. فمجال الراليات للأمانة غير فيني وزاد فيني الثقة أكثر في نفسي، وصرت ما أستصعب أي شيء يصير قدامي أو يمر قدامي طالما في عزيمة وإصرار. وأنت قدها أكيد، واليوم متواجدة في القصيم عشان تستعدي للرالي يوم الخميس بإذن الله، كلمينا عن رحلة الاستعداد. مبدئيا القصيم هو مو أول مرة أشارك فيه، كنت شاركت فيه في رالي جميل، فبالنسبة لي القصيم خلينا أقول لك كيف إنه تعني لي الكثير، أوكي؟ لأنه قد مريت في تضاريسها، حتى لو كانت تضاريس خفيف في رالي جميل، بس قد مريت فيها قبل كذا. وبخصوص الاستعدادات، طبعا في الرالي بتطلب كثير إن إحنا نستعد كتجهيزات منها السيارة، إن نتأكد من مطابقتها للأسس تبعت السلام وجاهزتها أنها تدخل السباق، وهذا ما يعني أنه أهم شيء التجهيز النفسي والمعنوي. حلو، ولكن ودنا نعرف تفاصيل أكثر يعني عن نوع السيارة اللي حتشارك فيها، الفئة أيضا المشاركة فيها، وكيف حتكون خطة المسار؟ بخصوص الفئة اللي أنا مشاركة فيها أو السيارة، خلينا نقول السيارة هي فئة الكانال مافريك اللي هي الباجيز، اللي هي بتكون من الفئة الخفيفة الوزن كسيارات سباق، وهي من الفئة والفئة المشاركة فيها هي الفئة تي 4. هذا بخصوص السيارة. حلو، وكيف بتكون خطة المسار؟ والمسار هو طبعا الراي قصيم هو داخل بريدة،
راح يبدأ في بريده وينتهي في بريده، في مدينة بريده. طبعا المسار ما احنا لا نعلم اي شيء عن المسار الا قبل السباق بخمس دقائق. واو، هذا الخريطة تحدي أكبر. أتوقع أنكم يعني ما تكونوا محضرين أو متدربين في نفس المسار قبل خمس دقائق، لازم تكونوا على أتم أبداً. الاستعداد. والله الله يقويك ويوفقك يا رب في هذا الرالي أرجوان. وشوفي أمانة نحن بنشوف دائما الحماس والصورة الجميلة والملابس الواو والبقز كمان أشكالها صراحة تفتح النفس. هل الصورة من الداخل نفس هذا الأكشن الجميل، ولا الموضوع فعلا يعني مرهق ومتعب بالنسبة لكم؟ شوفي لمياء، مهما أوصف لك، أوكي، مهما أوصف لك قد إيش الأكشن اللي بيصير، ما حد يقدر يتخيله، أوكي. فما أخفيكي، ما في أي لحظة مملة. يعني إحنا في السباق ما في لحظة مملة أو هادئة سالمة، أوكي. فهذا يعني خلال المسار، بس مجرد يعني حتى مجرد ما إحنا نقول إنه خلاص هذه مرحلة كانت صعبة وفي وسط السباق، بنتفاجأ إنه لا، في كل شوية بمفاجآت مختلفة. فللأمانة يعني هو متعب، بس التعب كله والإرهاق بيروح مجرد ما نوصل للفينش لاين، كمان لحظة تتويج أتوقع، يعني هذه اللحظة طبعاً بتكون حاسمة جدا، تنسي فيها كل التعب. ومن بدايتي ما شاء الله تبارك الله للآن، إيش المواقف اللي مريتي فيها وكانت مواقف فعلا لا تنسى؟ في موقف في رالي جميل، في مشاركتي الأولى في رالي جميل، للأمانة كنا يعني في السباق ديرينج الريس في وسط المسار. أنا كنت للأمانة ملاحة وقتها، وهالشيء كمان يعني أحب إني أذكر فيه إنه هو ساعدني. يعني أنا سعيد جدا إني بدأت كملاحة في أول تجربة لي. فالموقف صار إنه بدأنا السباق وفي وسط المسار الكفر بنشر، فأنا والسائقة اللي كانت معايا كيف هنصلحه؟ لا، احنا كان المفروض ان احنا نتعلم كيف نصلح كفر قبل ندخل السباق. فبالتالي احنا تحت الامر الواقع، ما في اي حل ثاني غير ان احنا نتعلم كيف نصلح كفر في وسط المسار. الموضوع تقريبا اخذ 20 دقيقة وخلاص صلحنا الكفر وكل شيء، ومنها ان تعلمنا ان نكون احنا مستعدين اكثر. صح والله، مستعدين. كفو أرجوان. صحيح. طيب لو رجعتك لرالي تبوك، حصلت على المركز الثاني في فئة T4، هذا الإنجاز يعتبر الأهم حتى الآن في حياتك في هذا المجال، كيف أثر فيك أرجوان؟ زي خليني اقول لك، رالي تبوك هو اول رالي لي، يعني خلينا رالي رسمي من بعد رالي جميل. ولما شاركت في الرالي خلينا نقول من دون اي ضغط نفسي، يعني الامانه ما كنت حاطه اي ضغط نفسي، لاني هدفي الاول والاخير في خوض التجارب اني انا اتعلم، مو اني انا. اكيد ما في احد ما عنده طموح انه هو يطلع على بوديوم ويحقق انجازات وياخذ مراكز، بس انا كان هدفي الاول انه صحيح بالضبط. فكنت اخذ الموضوع بكل رحبة صدر ومن دون اي ضغوط نفسيه. فمجرد اني انا الوضع كان هادي وسابقت وكذا، وفي النهايه طلع انه الموضوع ان انا المركز الثاني على الفئه، فالموضوع كان فيه شويه ريسبونسبيلتي، كان شويه فيه انه تحدي مع نفسي، وانه لا، لازم اني انا اؤمن بنفسي اكثر واعطيها الثقه. وهالشيء عطاني دافع للأمان اني اشتغل على نفسي واطور ان شاء الله. المركز الاول في رالي قصيم، وواحدة ايضا من احلامك انك تشتركي في رالي دكار، فايش الشروط اللي لازم تحققيها عشان هذا الحلم يتحقق؟ رالي دكار، خلينا اقول لك على حاجه، رالي دكار هو حلم اي متسابق في عالم الراليات، لانه هو اهم حدث في هالمجال. وعشان اقدر اني انا، خلينا اكون كذا صريحه، عشان اقدر اني اكون انا مستعده اني اخوض واني انا اشارك في حدث زي كذا، لازم اني انا اخوض في تحديات كثيره واكسبيرينس كثيره واتعلم كسب خبرات عشان اقدر اني انا اشارك. هذا بالنسبه لي اهم حاجه. وطبعا هالشيء بيصير مع التدريب المكثف، مع المشاركات الكثيره الفتره الجايه، بس ان شاء الله هو ما هو حلم بعيد باذن الله. ان شاء الله باذن الله قريبا. طبعا في شيء ابغى اذكره. اكيد، تفضلي.
تضاريس داكار كمان مختلفة. يعني احنا بنتكلم انه سباق يمر باسبوعين، تضاريس مختلفة، اوقات مختلفة، مليئة بالتحديات الكثيرة. فهالشيء عشان اقدر اني انا أقود فيه وأدخل فيه لازم أني أنا أشتغل على نفس الفترة الجاية. وأكيد أنت قدها وقدود أرجوان، أتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، وإن شاء الله بإذن الله قريبا نشوفك مشاركة في رالي داكار. يعطيك ألف عافية، نورتينا وشرفتينا، شكرا لك. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، لا تنسوا تواصلوا معنا اللي حابين نختم بدري، ما عندي مشكلة. لا تنسوا تواصلوا معنا في حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، وأكيد من فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية، نشوفكم بكرة في أمان الله.